هيئة الأرصاد بتتوقع أن الجو النهاردة حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، فرحنا وقلنا الجو ابتدى يبقى فيه انخفاض في درجات الحرارة، بس النهاردة الجو حر برضه. هو طبعا في ارتفاع في نسب الرطوبة، ده اللي مخلينا نحس ان الأجواء لسه فيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لكن قيم درجات الحرارة نفسها انخفضت. يمكن احنا اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان تسجل 33 درجة مئوية، لكن طبعا نسب الرطوبة موجودة في الجو اذا كان فترة النهار او فترة الليل، هي اللي بتخلينا نحس ان لسه في ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لان احنا بنتأثر بمصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بالاضافة كمان في طبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد لمنخفض جوي، والمنخفض الجوي ده بيعمل على وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. زي ما قلنا في الأول، عظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، لكن محسوسة بتكون 35 درجة مئوية، عشان كده احنا بنقول لسه الضغط بيستمر معانا، طقس حر رطب في أغلب المحافظات الشمالية من سواحلنا الشمالية للوسط البحري للقاهرة الكبرى لشمال الصعيد. شديد الحرارة في جنوب الصعيد ده بيكون في فترات النهار، في فترات الليل اللي بيكون فيها عمق الرطوبة أجواء ما بين المعتدلة إلى المائلة للحرارة، يعني احنا في الأماكن المغلقة داخل البيوت بنحس بارتفاع نسب الرطوبة، لكن أنا لو موجود في أماكن مفتوحة أو مدن جديدة هحس بوجود نشاط للرياح، لأن كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح سرعته من 30 ل 35 كيلو متر على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، وده بنحس بيه أكتر بعد فترات العصر، يعني مع فترات المساء وساعات الليل بيخلينا نحس بنسب الرطوبة أقل في الأماكن المفتوحة أو المدن الجديدة بشكل كبير. كمان مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة في الأماكن الساحلية اليوم أيضا متوقع يكون فيه فرص لسقوط الأمطار، لكن هي تكون أمطار خفيفة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مش مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، مع طبعا وجود الشفورة المائية في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. بنأكد تاني إن نسب الرطوبة لسه مستمرة معانا في الارتفاع، لكن على مدار هذا الأسبوع قيم درجات الحرارة هتكون ما بين 32 33 عظمى على القاهرة الكبرى، لكن مع بقاء نسب الرطوبة العالية في الجو، لكن هنرجع تاني مع البداية الرسمية لفصل الخريف اللي هتكون بداية الأسبوع اللي جاي، هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحرارة. طب خلينا نقف هنا يا دكتورة منار، في ناس لسه يعني بتحاول تستمتع باخر يعني اجواء الصيف، ومش كل المدارس لسه دخلت، لسه المدارس الرسميه يمكن والجامعات الاسبوع الجاي، ففي ناس لسه في اجازتهم الصيفيه، اللي موجودين في السواحل دلوقتي الوضع بالنسبه لهم مستقر ويقدروا ينزلوا المايه بسهوله؟ يمكن احنا بالفعل الامس كان عندنا ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط، لكن اليوم بدات تهدأ سرعات الرياح على شواطئ البحر المتوسط، والبحر المتوسط هيكون مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، هنقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط وكمان شواطئ البحر الاحمر، لان ارتفاع امواج بيوصل ل 2 متر، فايضا مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. كمان قيم درجات الحراره، يعني احنا بنقول قيم درجات حراره من 29 ل 31 درجه مئويه في سواحلنا المطله على البحر المتوسط، فهي ايضا قيم درجات حراره معتدله تخلينا نستمتع بالاجواء بشكل كبير، لكن احنا بناكد ان بدايه من الجمعه اللي جايه، عندنا الجمعه والسبت والحد الجايين هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحراره عن المعدلات الطبيعيه، ويمكن توصل فيها عظمى على القاهره الكبرى بدايه الاسبوع اللي جاي 36 37 درجه مئويه، لكن نرجع تاني لشهر اغسطس تاني بالزمن. هي هتبقى موجه سريعه كده من موجات ارتفاع قيم درجات الحراره، وده اللي احنا المفروض هنشوفه الفترات اللي جايه، ان اغلب الايام هيكون فيها اعتدال في قيم درجات الحراره، لكن يتخللها بعض الايام اللي ممكن يكون فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره، ده اللي هنشوفه نهايات الاسبوع وبدايه الاسبوع اللي جاي. الفتره دي مهمه جدا ان احنا فيها نتابع النشرات الجويه، لان دي فتره انتقاليه من الصيف للخريف، والخريف كمان معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمهم جدا يوميا نتابع النشرات الجويه، مهم كمان ان كثافه الشبوره المائيه هتختلف من يوم للتاني، فلازم القياده تقوم بهدوء تام على اغلب الطرق، بس
نستمتع بالاجواء قبل فتره المدارس، لكن دايما نكون حذرين ونخلي بالنا كمان لسه من التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات الظهر. طيب بالليل الجو هيبقى عامل ازاي والرطوبه اللي احنا شايفينها يعني واحنا نازلين الفجر النهارده كانت الرطوبه كتير جدا؟ هو احنا طبعا نسب الرطوبه بشكل تدريجي هتبدا مأثرة على الشبوره جدا يا دكتوره منار. هي طبعا بتاثر على الشبوره المائيه لان من عوامل تكون الشبوره المائيه وجود نسب رطوبه في الجو واعتدال في سرعات الرياح في فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. لكن لسه نسب الرطوبه لان احنا بنقول مصادر الكتل الهوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فنسب الرطوبه لسه احساسي بيها موجود في الجو مرتفعه. احنا نسب الرطوبه بتتجاوز 80% في مناطق من القاهره الكبرى، بتتجاوز 90% في اماكن من سواحلنا الشماليه، فبالتالي لسه في نسب رطوبه في الجو لسه هتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى. يعني احنا بنقول تدريجي ان شاء الله مع بدايات فصل الخريف هيكون بشكل تدريجي نبدا نحس ان نسب الرطوبه عماله بتقل، فعشان كده احساسنا بقيم درجات الحراره لما بيحصل ارتفاع بيختلف عن فصل الصيف، لان احنا فصل الصيف يعني بيبقى عندي ارتفاع كبير جدا في نسب الرطوبه وعندي كمان ارتفاع في قيم درجات الحراره. بنيجي فصل كفايانا بقى الرطوبه، مستنيين فصل الخريف يعني على حر من الجمر زي ما بيتقال، محتاجين شويه نسمه هواء كده تبقى موجوده. كل الشكر ليكي الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 24، العاصمة الإدارية 34 والصغرى 24، الإسكندرية 30-24، العالمين الجديدة 30-24، مطروح 29-24، دمياط 32 والصغرى 26، بورسعيد 31-26، والإسماعيلية 35-24. السويس العظمى فيها 35 والصغرى 24، العريش 33-23، كاترين 28-15، طابة 32-25، حلايب 33-28، شلاتين 36-29، شرم الشيخ 37-28، والغردقة 36-28. الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 24، بني سويف 35-24، الوادي الجديد 40-26، أسيوط 37-24، سوهاج بتسجل 38-25، قنا 40-27، الأقصر 41-27، أما أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 28. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. خليني أرجع على طول لزملائي جوانا ومحمد نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. اتفضل. شكرا ليك يا منى.